السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام، متابعي نايل ميديا من كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة مختلفة جدا ومهمة جدا جدا جدا. وبالرغم من أهميتها إلا أنها مش واخدة حقها على وسائل الإعلام سواء مسموعة أو مقروءة. قبل ما أقول إيه الحلقة المهمة جدا ده، خلينا الأول أرحب بزمايلي في الحلقة. أهلا يا ميور. أهلا يا أمين. أهلا يا عمار. أهلا يا أمين. حلقة النهاردة عن ثقافة الحوار. معقول ثقافة الحوار مهمة كده يا عمار؟ أيوة طبعا، ثقافة الحوار مهمة جدا في أي مجتمع، سواء على المستوى الشخصي، أي شخص لازم يكون مهتم بثقافة حواره أو بطريقة كلامه، أو على المستوى الاجتماعي لازم أكون محسن علاقتي بالمجتمع. وده يودينا لنقطة تانية، إن لو دي لو اهتمينا بيها، إنما لو أهملناها بقى هيظهر مشاكل تانية زي اللي ظهر في الفترة الأخيرة، زي التنمر أو التحرش أو الطلاق أو أسباب أخرى زي اللي في الأسرة. وده هيودينا لنقطة تانية، التعصب بيودينا للتطرف، ان واحد يتعصب لرايه ومش قادر يوصل لراي تاني غير يقتنع برايه او بس. يقتنع غير اي حد تاني غير رايه هو بس. طب تعرف ان التعصب الكروي، يعني ممكن التعصب ده يودينا للتعصب الكروي، زي ما مثلا هكون انا منتميه لفريق معين ونيجي نتناقش، مثلا لو انا وعمار، عمار على سبيل المثال زملكاوي وانا مثلا اهلاويه، ونيجي نتناقش مع بعض في موضوع، يعني هو عمال يقنعني بان الفريق بتاعه هو افضل فريق، ممكن لو احنا ما احترمناش رأي بعض، صح. انا وعمر مثلا، وانا وانت يا اميرة، ممكن لو ما احترمناش رأي بعض وما سمعناش لبعض، ممكن يحصل ما بيننا تعصب وتطرف، وبالتالي مش هنحترم رأي بعض، أكيد. ممكن نخسر بعض يعني ساعتها. طيب قبل ما نتكلم في تفاصيل اكتر، لازم نعرف يعني ايه اصلا ثقافة الحوار. ثقافة الحوار هو فن من فنون الكلام والمحادثة، وصيغة من صيغ التواصل والتفاهم، واسلوب من اساليب العلم والمعرفة، ومنهج مناهج الوعي والثقافة. وهو والحوار بين شخصين او اكثر، الهدف منه مش مجرد جدل او تبادل اراء، لا، ده كمان وسيله يكون عنده تواصل وثقه والتفاهم والتحدي، ويكون عنده تطور ونمو. يعني ممكن نعرف الحوار على انه نشاط عقلي لفظي، المتحاورين فيه بيجتمعوا مع بعض عشان يوصلوا لحل وسط يرضي جميع الاطراف بدون خلاف وبدون تعصب. وهنا الحوار بيهدف للتعاون والتفاهم بين بين الشخصين وليس الجدال. وخلونا بقى نتعرف ان موضوعنا هو ثقافة الحوار اصلا، يعني خلونا نعرف ايه هي انواع الحوار اصلا يا عمار. يعني اول حاجة لازم يكون النقاش، النقاش بيعتمد على حاجتين اتنين، لازم يكون عندي علم وعقل. العلم لازم يكون عندي دراية بالعلم، بالشخص اللي واقف قدامي لازم اعرف ايه اللي بينرفزه وايه اللي بيعصبه مثلا وكده. وكمان لازم يكون بيدور بين شخصين او مجموعه عليهم وجهه نظر مختلفه. وكمان بالزبط. موضوع منه الهدف منه بيكون مشترك، والوصول منه الى تطابق الحقيقه ووجهه النظر، لازم اوصل لوجهه نظر نتيجه مشتركه. ايجابيه اهم حاجه، اهم بالزبط. حاجه توصل نتيجه. وده كمان بيوصلنا لنقطه ثانيه، لهدف ثاني، لحاجه اسمها العصف الذهني. وده لازم الاشخاص يولدوا افكار ابداعيه عشان احل المشكله. عندي ثاني حاجه اللي هي المناظره. المناظره دي بتكون بين شخصين مثلا بيتحاوروا مع بعض، زي مثلا انا وانت يا اميره دلوقتي في مناظره، او انا وعمار، دي بتكون بين شخصين بيدور بينها حول جدال او موضوع معين، بس برضو بيكون فيهم يعني بيختلف الاراء، بس الهدف بتاعهم واحد مشترك ايجابي. زي مثلا انا وانت او انا وعمار قاعدين في مناظره بنتناقش في حوار معين، فبالتالي احنا ممكن نختلف في الاراء، بس احنا يعني وجهه النظر ممكن نختلف فيها، لكن احنا هدفنا واحد، هدف مشترك. تمام بالظبط. ثالث نوع معانا هو الجدل. الجدل فيه مفهوم خطأ جدا عنه، ان هو خناقه، انا بتجادل معاك يبقى انا بخنقك او انا هخسرك او انا مختلفه معاك، بس بالعكس الجدل ده هو عباره عن اداره حديث بين طرفين حول امر معين. انا مختلفه معاك، بوجه لك اسئلتي وبستنى منك اجابات يا تقنعني يقنعك. في خلاف كل حاجه، بس اختلاف وجهات النظر اهم حاجه، ما وصلناش لخلاف او يوصلنا لخناقه او كل حد يتعصب لرايه. في الاخر اللي احنا عايزينه النتيجه تكون ايجابيه، في الاخر ان احنا نوصل لحل وسط، او ان احنا يقنعك يتقنعني، او في الاخر نوصل للحقيقه اللي هي اقرب حاجه للحقيقه. يعني بيكون يعني وسيله لتوضيح التقارب. وده يودينا لنقطه ثانيه اللي هي حاجه اسمها النزاع. النزاع ده لازم بيحصل بين الطرفين اتنين، لازم عشان احل المشكله او الحوار ده لازم اجيب وسيط، حاجه اسمها وسيط او طرف ثالث. هو بيكون حد ثالث هو بيتدخل بينا لما يعني نغلب خالص، فعشان ما تتضربش المصالح او اننا نختلف مع بعض بشكل كبير، بندخل بين حد اكبر مننا او حد بنسميه الوسيط،
يعني بيحاول كل واحد حقه قدر الامكان. وده لازم الوسيط ده يكون شايف كل من وجهه نظر كل واحد، لازم ما يتحيز لحد يكون طرف، عشان كده سميناه وسيط، يوصلوا لحل الموضوع بدون نزاع او خناقه ما بينهم. ولازم يكون شايف وجهه نظر كل واحد فيهم، يشوف وجهه نظر ده ويشوف وجهه نظر ويشوف حلول ترضي الطرفين، حل يرضي الطرفين. يقدم برضه اكتر من اقتراح، يعني اقتراح في الثاني في الثاني وفي الاخر، بس ان احنا نتوصل لحل لحل الطرفين. خلينا بقى نعرف ايه هي قواعد الحوار. فاي حوار عامه بيدور لازم يبقى له مثلا احترامه شويه، شروطه شويه، كل حاجه في العالم كل حاجه فيها قواعد تحكمها بالزبط. وقواعد تعيدها وقواعد بتحكمها، فاكيد برضو الحوار زيها زي مثلا ما يكون مثلا الحوار. اول حاجه مثلا لو الحوار يكون حول قضيه جاده، لازم يكون الشخص اللي قدامي ما يتكلمش بهزليه. لو انا بتناقش معاه في حوار يكون صارم شويه وجاد شويه، ما ينفعش، لازم يحترمني شويه وياخد بوجهات نظري. ما ينفعش ابقى اتكلم مثلا في موضوع في جد شويه، مثلا عن على سبيل المثال مثلا بتكلم عن مصيري في لو انا مثلا في ثانويه عامه وبتكلم انا عايزه ادخل في كليه كذا، ممكن الشخص اللي قدامي ياخدها بهزار، يستخف بيا ويقول لي انت ممكن لا يعني، او يقلل مني. وده دايما دايما بيودينا نقطه ثانيه اللي هو حاجه اسمها الاداب النفسيه. دايما لو انا مثلا انا بكلم ميار او اميره يعني بثقافه الحوار ده بيوصل، ممكن انا احس باللي انت ممكن تقوليه. ده اللي هي بيسموها لغه العيون دي، او الحس البصري بينا. ايوه بالظبط، ما دي برضو اللي هو الاتصال البصري اللي انا لازم يعني بيني وبين المتحاور، من اداب الاحترام يعني او من اداب الحوار، ان انا مثلا بكون بتحاور مع شخص يعني لغه العيون بتتواصل، لازم ابقى بصله. ده بيدل على اهميه ان انا بحترمه ان هو بيكلمني. ايوه، ودايما الوجه دايما بيبين كل اصلا اللي هي اشارات الوجه واشارات اللغه دي بتبين ان انا يعني لو انا بصيت في عينيكي مثلا او كده، ده معناه ان انا مهتمه بالموضوع وبحترمك جدا فيه، ولازم احترم رايك. وما ينفعش اتكلم مثلا نكون بنتحاور في موضوع واحد واتكلم معاكي في نفس الوقت، يعني لا يتحدث اسلام في ان واحد. لازم احترمك واستنى ما تعكيش، ولازم يكون عندي صبر برضو، عشان اللي وصلنا دي لازم يكون عندي صبر. بتقطع دلوقتي؟ لا 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 هو بيقول لي بس هو عمار صح. وكمان ما ينفعش اللي هو مثلا زي ما قلت ان الاثنين يتكلموا في ان واحد، لازم مثلا استنى لما انا اخلص كلامي او عمار يخلص كلامي او انت تخلص كلامك، ولو عندي تعقيب معين استنى لما الكلام او الحوار يخلص، اما اللي قدامي يقول وجهه نظره وبعدين اقول طب انا ليا راي اخر. مش اقول له لا ده انت غلط يا عمار او انت غلط يا اميره، صح؟ مش خناقه، لا مش خناقه هي. لازم اقول لك احترم رايك واقول لك طب والله ده انا ليا راي وجهه نظر اخر في نقطه كذا. بالظبط، لازم يبقى في بيننا احترام. تمام، في كمان نقطة مهمة من القواعد، ان هي مفيش مانع ان حتى لو الموضوع كان جد جدا او متنشن شوية عشان ما يقلبش خناقة، لازم ان انا اعذر في النص، اضحك في النص، اللي هو اوصل لك ان انا مش بتخانق معاك، تمام احنا اصحاب وكل حاجة، بس يعني الموضوع جد بس انا مش جد قوي، انا مش هخسرك، انت لسه صاحبي، فايه لازم ان احنا نضحك في النص او نهزر في النص، مش مشكلة. يبقى في فكاهة، ده مش استخفاف، ده بس مجرد ضحك في النص او مجرد تعقيب خفيف. تاني حاجة احترام ردود فعل الاخر. ساعات في المناقشات بتقلب بجدية شوية، اللي هو ممكن التاني ينفعل، ممكن التاني يتعصب، ممكن التاني يتضايق. اهم حاجة ان انا رياكشني انا يكون ثابت، اهم حاجة مش هو اتعصب انا كمان اتعصب بقى اتعصبت خناقة، وفي الاخر الحوار ده يودي النزاع. ده اكيد مش خناقة. فاحنا اهم حاجة ان احنا نحترم وضع افعال بعض، لو حد اتعصب انا هدي. بعد كده في كمان ان احنا ما نصدرش اي استجابة لفظية او جسدية، ما ينفعش تكون بتتكلم في موضوع مهم وانا مشوحه لك او انا متضايقه ولا اي كلام. الحاجات دي كلها بتدي استهانه قوي بالموضوع، اللي هو انت مالكش لازمه وان رايك ملوش لازمه، وما ينفعش برضه ان انا اطول عليك حتى لو اختلفنا، حتى لو بلفظ او معين. ولا بيودينا لنقطه ثانيه، لازم نختار الوقت المناسب والاجراء الحوار، لازم نختار الوقت المناسب، ما بقاش الشخص اللي قدامي متنرفز او كده واكلمه او اكلمه في حاجه ثانيه. وكمان لازم اعرف اجراء الحوار، انا اشوف الهدف ايه من الوصول اللي انا اعمل حوار مثلا مع اميره او ميار، اللي انا السبب الرئيسي من اللي انا اعمل البتاع الحوار ده ايه، ثقافه الحوار ده ايه، لازم أنا يكون في هدف منه عشان اعمل ثقافه الحوار. وكمان ده لازم يودينا نقطه ثانيه، لازم اكون متواضع من ثقافه، عشان اوصل لثقافه الحوار لازم يكون عندي تواضع وما اتكبرش على حد، عشان الطرف الاخر لو انا اتكبرت عليه هو يتكبر عليا بعد كده. بالظبط، يعني ما ينفعش اتعالى في الحوار معاك مثلا
يقول لك لا ده انا فلانه الفلانيه وانا بتكلم او بتحاور معاك، اصل ده ما قللش من اللي قدامي. كمان متكبر مش بيتعلم بالظبط. لو اتكبرت ان انا اكبر من اي راي وان انا اكبر منك، لو انت عندك حاجه ممكن تضيفها لي انا اقول لا ملهاش لازمه، وان انا احسن منك وان انا فاهمني، وده كمان مش يعني هستفيد حاجه. وخلينا متفقين ان الحوار ما بيننا بيعمق فكر الفرد، يعني الفرد لما بيستمع لاخر بينميه وبيعمق الفكر بتاعه. فعلى الانسان بطبعه يعني، وطبعا احنا الانسان بطبعه كائن اجتماعي، فلازم احنا يتحاور معاه. المرحله هي اهميه الحوار ايه بالظبط؟ صح، اتفضلي. الحوار بيساعد على مرونه التفكير، بيساعد على بيخلي الفرد مثلا لو انا بيساعد على تعميق التفكير ومرونه التفكير فيه لو عندي والاستطلاع. جزء مفتقد مثلا اعرف اجيبه من بالظبط، اللي قدامي، ممكن اعرف انا مين اللي قدامي عندي مثلا. ممكن من خلال الحوار ما بيننا اكتسب مثلا منك يا اميره معلومه، اكتسب من عمار معلومه، بالتالي يعني هيبقى ليا عندي ثقافه. اصل اقول لك على حاجه، مهما كان الانسان كامل او مهما كان الانسان عنده كل حاجه او الانسان ده هو شخص يعني مثقف في كل حاجه، مفيش حد كامل. بالظبط، اكيد في جزء ناقص ده ممكن يكون عندك، حتى لو انت اقل مني وانا احسن هنكمل منك بعض. كتير، اكيد في حاجه فيا ناقصه ممكن الاقيها عندك او الاقيها عند ميار. فمفيش مشكله ان انا اتعلم ويكون عندي مرونه ويكون عندي استعداد ان انا اوسع مداركي او ان انا استفاد، وان يكون عندي تقبل للراي الاخر. يعني انت رايي ورايك لان نتقبل، في الاساس الحوار هو ايه غير وسيله للتثقيف والمعرفه، وان بالزبط. احنا نتواصل وتبادل الافكار. بالظبط، تبادل الافكار ما بين بالظبط. وكمان الحوار بيتيح الفرصه للافراد ان هم يعبروا عن مشاعرهم. بالظبط، اللي هو مثلا انا عندي اللي هو لو انا مثلا عندي فكره معينه او افكاري معينه او مشاعر معينه تجاه مثلا انحياز الفريق معين او حاجه معينه، عايزه اوصل الفكر ده وشعوري ده ليكم، ممكن من خلال الحوار ده انا اقول لك اه والله يا اميره ده الفريق الفلاني، يعني مش عايزه اذكر اسم الفريق عشان ما نقولوش متحيزين لحاجه، يعني يقول مثلا لو انا متحيزه مثلا لفريق معين، ده انا اجي وعايزه احببك في الفريق ده وعايزه اوصل افكاري تجاه الفريق او مشاعري وحبي للفريق ده ليك او العمار. فبالتالي ده هيتم عن طريق الحوار ما بيننا، ان انا اجي اقول لك والله ده يا اميره انت وعمار ده الفريق ده اعظم مش عارفه النادي في القرن مش عارفه، اقعد اتحيز مثلا ليه علشان اقنعكم واوصل فكري ومشاعري اتجاه الحاجه دي. وده بيوصلنا لنقطه ثانيه اللي هو تطور المجتمعات. لو انا بدلت الراي معاكي ده هيودينا لنقطه ثانيه اللي هو تطور، ان انا اطور من المجتمع واطور من نفسي ودايما الفكر بتاعي هيبقى عالي. ومن اسرتي. وكمان في اسره ايجابيه. وكمان لو الاسره، لو انا مثلا بابايا ومامتي علموني ثقافه الحوار دايما هيبقى احترم الاخرين واحترم اي حد ماشي او كده، احترم كده بطور من نفسي. شخصيه قويه. وبشكل عام الشخصيه القويه مش بس اللي هي بتفرض رايها بالصوت او رايها بالخناق، بالعكس الشخصيه القويه اللي هي عندها استعداد ان هي تتقبل راي الاخر وعندها احترام للاخر وعندها استعداد ان هي تقوي نفسها اكتر. مع احترامي لكم في النقطه دي انتوا خليتوني اتجه لحاجه اللي هو الاسره، يعني الموضوع ده بيندرج يعني المنبع بتاعه اي حاجه طبعا تحت بند الاسره، يعني الاسره هي اساس كل حاجه. هي الاساس في كل حاجه. بالظبط، لو الاسره طلعت الطفل او مربيه الشخص ده ان هو يتقبل الراي الاخر ويحترم الاراء ويسمع الغير ويبقى منصت للغير، دي بيبقى الشخص نفسه بيطلع للمجتمع اللي هو يعني بيرحب باي حاجه وباي فكر وباي بس حاجه عليكي. اتفضلي. يعني التربيه مش ان انا اقول لك لا انت لازم تبقى عندك ثقافه حوار او تسامح او تصالح. بالظبط، دي مش التربيه. ان انا اقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، انا كده مش بربيك على ثقافه الحوار. ان انا اعكس لك صوره عن ثقافه الحوار هي التربيه الحقيقيه، اللي هو انا مثلا مع زوجي او انا كراجل مع مراتي عشان نربي طفلنا، مش اقول له اعمل كذا ما تعملش كذا لازم يكون عندك كذا، مش دي التربيه. التربيه ان انا اتعامل مع زوجتي مع والدي مع والدتي قدامه بالشكل اللي انا حابب هو يتعامل بيه. ثقافه الحوار بين الزوجين. بالظبط، الزوجين او حتى بين الاباء او بين المهم ان انا لو عايزه اوصل لك حاجه حتى من الاصدقاء، يعني حتى عشان اوصل لك حاجه لازم اوصلك عملي. وده بيودينا لنقطه ثانيه اللي هو تطور المجتمعات. لازم المجتمعات بتاعتنا لو تطورت بثقافه الحوار هتبقى في مجتمعات عادله. من الاول مجتمعات عادله. وكمان زي المدرسه، ما المدارس عليها دور كبير جدا اللي هو تاسيس الاطفال طبعا. من صغرهم، وكمان البيئه عليها. طب انت كده بقى خدتنا لنقطه مهمه جدا اللي هي دور المعلم من الاول خالص، ازاي اصلا نرسخ فكره ثقافه الحوار للفكره دهيت او التربيه دهيت او الاسلوب في التربيه دهوت في الاطفال. ايه مين هم اللي ممكن يساعدوا في دوت؟ اكيد اول حاجه هي الاسره.
الأسرة زي ما قلنا من شوية زي ما معيار قالت إن هي النواة الأولى في التربية، هي أساس التربية، هي اللي أنا لو عكست صورة كويسة فعلا للطفل ده فعلا هيبقى سوي أو طفل فعلا. بص يا أميرة، خلينا متفقين إن هي طبعا الأسرة أول حاجة عشان ننمي ثقافة الطفل ده، تاني حاجة بيكون دور المدرسة أو دور المعلم. ليه الأسرة؟ المعلم دور كبير جدا طبعا. ليه الأسرة والمدرسة؟ ما ينفعش تيجي راجل كبير وتقول لازم يكون عندك ثقافة حوار، هو اتربى ان هو ده المجتمع اللي نطلع من ليه الاول، هي الاسره ثم المدرسه ثم بيئه الاصدقاء بقى ثم فلازم المجتمع نفسه، ولازم نخليه يختار صديقه صح عشان اعرف اكيد. ده برضه دور مهم جدا. اكيد صح. يعني ممكن اصاحب واحد يعني واحد او واحده زميلتي مش بتحترم رايي، ويعني عفوا في اللفظ اللي هو يعني مخلياني هفق كده في اللي ماليش راي وماليش حوار. أيوه. اللي هو لا يعني لازم عاوز يسيطر عليك عشان ما يديكش مساحه ان انت تتكلم. دي بترجع شويه عمر اللي هي الثقه بالنفس، لازم الانسان برضو دي تنقلنا نقطه ثانيه، لازم الانسان يبقى عنده ثقه بالنفس وعنده ما يبقاش برضو عنده تحيز في فكره، يعني ده برضو عشان يبقى اسمه تعصب. لو انا بفكر معين وانا ما اقتنعتش ما اخدش الفكره بتاعتي واتعصب بيها. باعتدال كويسه الثقه بالنفس، باعتدال كويسه الثقه بالنفس، مش درجه التكبر لما بتزيد بتبقى اسمها غرور بقى. ايوه تكبر او غرور او ممكن اللي هو ايه تعصب فعلا زي ما قلتي. اهم حاجه كل حاجه باعتدال، كل حاجه في النص، خير حاجه الوسط. بالظبط. لو انا واثق في نفسي بس برضو واثق فيكي اكيد، وده بتزيد جدا في الشباب. انا شاب مثلا، انا بشوف ناس كتير ان الشباب مثلا بيتكبروا على الناس على عشان على العلم، عشان يعمل نفسه اللي هو ايه مش عاوز حاجه. هو انا مفيش مني بقى انا الولد الجامد اللي هو رايح. والله يا عمر انت فكرتني بحد زميل، يعني كان دايما يقول انا هبقى فلان الفلاني، انا هطلع مش عارف ايه، انا وانا وانا وانا. كلمه انا دي اصلا اعوذ بالله، يعني طيب تمام، يعني انت دي حلوه الثقه بالنفس ان انت تبقى شخص كويس وعنده افكار كانت يعني معظمها خطا. الزميل ده بقى حاجه ولا ما بقاش المهم في الاخر ايه؟ الزميل لا ما بقاش يعني هو بقى بيقع، وخصوصا كان افكاره بينتمي لاحزاب كمان معينه، وهنا برضو فكره اللي هي انا منتمي لحزب يبقى انا هنحيز له في كل حاجه، بيسيطروا عليه، لازم يسيطروا عليه. رايي مش عارفه اتقبلوه في منطقه الحزب دي. اتفضل يا يعني انا كاميره هتكلم عن نفسي، انا مش منحازه لحزب معين. وانا مثلا ايه، انا عارفه ده ايه وده ايه وده ايه وده ايه، الحزب ده بيقول ايه، الحزب ده بيقول ايه، الشخص ده بيقول ايه. انا كمان ممكن اتابع ناس كمان عكس رايي، فاهمه؟ بالظبط. بس باخد من كل حاجه الحلو. تمام. ما هو ده بقى مناقشتنا خلصت، وقت مناقشتنا للاسف والله خلصت. يعني الحديث معك شيق جدا والحلقه كنت عايزه تخلص، بس عايزه اقول بس جمله اخيره كده، ان هو في نهايه الحوار وثقافه الحوار ان اختلاف الراي لا يفسد الود قضيه. لازم كلنا نحترم اراء بعض، وانت ليك راي وانا ليا راي، ان شاء الله يعني هنتفق في الاخر، هنوصل لحل هنوصل لحل. حلقتنا كلها انتهت، وبحب اشكركم طبعا، يعني كنت حديث شيق معاكم، ويا رب الحلقه تكون عجبت حضراتكم واستفدتوا، وبشكركم، نلتقي في حلقه جديده ان شاء الله. سلام.